استحصالات الموافقة على بيع النفايات البلدية إلى المستثمرين، على أنه يتم تحويلها إلى طاقة كهربائية. تم تقديم هذه الأوراق إلى السيد محافظ صلاح الدين، وقد وافق عليها السيد محافظ صلاح الدين المحترم على استثمار هذه النفايات. طبعا فوائد هذه الاستثمار سيكون هو لشراء النفايات، حيث سيتم جمع النفايات بشكل أوسع، وكذلك يتم جمعها وبيعها إلى المستثمر. أما بالنسبة للبلدية فهي طبعا سيكون لها وارد، حيث سيكون ما يقارب 1500 إلى 2000 دولار يوميا سيتم إدخالها إلى وارد البلدية.